بداية الأخبار عندنا من فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك، والبداية مع المحترف الإسباني إندريس فيينا اللي هينضم للفريق بعد بكرة إن شاء الله في معسكر الإمارات، وده استعدادا لبطولة بنياس الدولية. زي ما حضراتكم عارفين طبعا الفريق موجود حاليا في إمارة العين بعد انتهاء مشاركته في بطولة العين الودية الدولية اللي ظهر فيها الفريق بشكل مميز جدا وقدر يحصل على المركز الثاني خلف منتخب السعودية واللي شارك في البطولة بكامل صفوفه واحتل المركز الأول. طبعا بطولة مهمة جدا جدا، وزي ما قلت لحضراتكم منتخب السعودية كان متواجد بكامل صفوفه، والزمالك ناقصه حوالي 10 لاعبين ما بين لعيبته مع المنتخب، ما بين ناشئين مع او شباب مع منتخب الشباب، ما بين كمان المحترف الاسباني اللي موجود مع منتخب بلاده، فبتتكلم تقريبا في حوالي 10 لعيبة. لسه مكملين مع الفريق الاول للكره الطايره بنادي الزمالك، واللي سيطر كمان ما شاء الله على اغلب الجوائز الفرديه لبطوله العين الوديه بعد ما حصد زي ما قلت لحضراتكم كاس المركز الثاني في البطوله. الجوائز الفرديه كانت لمين بقى؟ شهدت طبعا حصول الكوبي يوسيفاني هرنانديز على لقب افضل لاعب في البطوله، كمان حصل رشاد شبل على جائزه افضل حائط صد في البطوله، والبطولة كمان شهدت تألق للصفقات الجديدة خصوصا زياد محمد اللي شارك بدلا من أشرف اللقاني بعد تعرضه للإصابة، كمان اللاعب محمد عفيفي اللي قدم أداء كبير، كمان شريف الشرقاوي ظهر بشكل مميز خلال البطولة، وده يطمنك انك لا ما عندكش صف أول بس، لا عندك صف أول وتاني وتالت وعندك لعيبة في كل المراكز على أعلى مستوى. لما بيكون عندك موسم طويل ومضغوط فبتبقى بتطمن لفكرة انك عندك في كل مركز واحد واثنين وتلاتة، فده بيطمنك على روتيشن، بيطمنك ان انت عندك لعيبة على اعلى مستوى تقدر لو لا قدر الله في اصابات في بعض الاجهاد في اي حاجة يكون في لعيبة متواجدة باذن الله. لسه مكملين مع الفريق الاول لكرة الطايرة بنادي الزمالك واللي هيوصل مدينة بنياس يوم طبعا بامارة ابو ظبي يوم الاربع اللي جاي استعدادا للمشاركة في تاني البطولات الودية اللي بيستعد من خلالها الفريق للموسم الجديد. البطولة بيستضيفها طبعا نادي بنياس وهتبدأ يوم الجمعة اللي جاي، وبيشارك فيها مع الزمالك وبنياس فرق الجزيرة الإماراتي، أهلي جدة السعودي، والنصر البحريني. أول مباراة للزمالك هتكون قدام الجزيرة الإماراتي يوم الجمعة الساعة 3 العصر، تاني مباراة هتكون مع بنياس يوم السبت الساعة 5 العصر، والمباراة الثالثة هتكون قدام أهلي جدة يوم الحد الساعة 5 مساء. هيختتم الزمالك مشاركته في البطولة ومواجهة النصر البحريني يوم الثلاث الساعة طبعا يوم 30/8 يعني الساعة 3 العصر. كل التوفيق لفريق الزمالك بإذن الله، وزي ما قلت لحضراتكم أهم حاجة في البطولة دي إن أنا النهاردة أخرج من التارجت اللي أنا محتاجه من البطولة اللي هو إيه؟ اللي هو استعدادي، استعدادي من خلال البطولات دي، من خلال الاحتكاكات الدولية مع الفرق دي، ان انا بستعد بشكل اكبر للموسم اللي انا داخل عليه، بدل ما يبقى الموضوع كله عبارة عن تمرين على فترتين مثلا ماتش او اتنين وديين في الاسبوع وخلاص كده، بيبقى في نوع من الملل. انا بكسر حاجز الملل ده ان انا باخد الفرقة واطلع معسكر ودي في الامارات بلعب خلاله بطولتين وديتين، مش بس كده بأهل اللعيبة بتاعتي المحلية انهم ان شاء الله يكونوا في التوب فورم بتاعهم، علشان لما اللعيبة الدولية تيجي سواء الست لعيبة اللي مع الدرجة الاولى المنتخب الاول او الثلاث لعيبة اللي مع منتخب الشباب او المحترف الاسباني اللي مع منتخب اسبانيا منتخب بلاده، لما كل الناس دي تتجمع مع بعضها يبقى كلهم في التوب فورم، يبقى كلهم استعدوا بشكل كبير جدا من خلال الاحتكاكات الدولية والبطولات الودية وكل الكلام ده، يبقى كلهم وصلوا لأعلى فورمة أو للتوب فورم في البدني وطبعا الجزء الفني والتكتيكي. بعد ما خلصت أخبار الكرة الطايرة يا شباب، وبتقولوا النتيجة كام؟
فيوتشر احرز هدف دلوقتي في مرمى بيراميدز بنتيجه 1-0 طبعا عن طريق عمر كمال عبد الواحد، بالتاكيد طبعا حاجه عظيمه جدا. لحد دلوقتي النتيجه في صالح نادي الزمالك، وان شاء الله تنتهي المباراه بنفس النتيجه والزمالك يقدر ان هو يحسم الدوري، ونحتفل مع حضراتكم في ملوك الصالات النهارده، وبعديه اكيد في برنامج زملكاوي هتكون الاحتفالات كبيره جدا جدا جدا.